طيب نعم. دكتور خلينا نتكلم عن العادة الرابعة اللي هي نكران الذات والسعي إلى إرضاء الآخرين، أو ممكن تكون يعني ما أريد أقول تضحية، يمكن كلمة مش كبيرة تضحية، لا. بس يعني بس نسعى نرضي الآخرين، أو هذه مشكلة نفسية كمان بتنمى مع الولد بالمجتمع والتربية. إنه أنا ناقص، أنا غير كامل، أنا غير مكتمل، أنا شو ما أعمل بدي أنا أم سيكينج، عم بطلب رضا الآخرين، شخصية متزعزعة بنسميها ممسحة، أمشي مع الترند، بدي أمشي مع، مش بس أمشي مع الترند، أنا ممسحة، أنا بدي الكل يجوا لعندي لحتى أنا أساعدهم، لحتى هم يحبوني. فأنا عم بسعى على الحب، هيدا نقص الحب، نقص بالاهتمام من الآخرين، من الأهل، من المجتمع. فبيخلي الإنسان يسعى أنه هو يكون محبوب. كيف بده يكون محبوب؟ أنا بساعدك بجيب لك هدية، أنا بساعدك بجيب لك وردي إلى آخره. فهيدي المساعدة هيدا فقط لحتى أنا أظهر نفسي وأخذ الفيدباك من المجتمع أنه أنا محبوب والعالم بتحبني وأنا عندي شخصية برضو الأهل دكتور، أنه قمع الطفل بيأثر عليه برضو جدا، ببطل يقدر يحكي لأهله، ولذلك بخبي وبصير عنده مشاكل نفسية.